أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج صحتك. نظرا لكثرة الطلبات التي وصلتنا منكم عن حليب الإبل والاستفاضة حول هذا الموضوع والتركيز على نقاط معينة متعلقة بالتغذية، سنواصل معكم الحديث اليوم عن حليب الإبل في جزئه الثاني، ما له وما عليه من الناحية الصحية. يطيب لي أن أستضيف معي ضيفين كريمين في هذه الحلقة اليوم، أولهما الدكتور إبراهيم أبا الحسن استشاري التغذية، وثانيهما الدكتور إبراهيم أحمد قاسم نائب مدير عام الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة. أهلا وسهلا بكما. أهلا وسهلا، حياكم الله. ضيفي الكريمين، أستميحكم عذرا، نستعرض معكم تقرير عن حليب الإبل ثم بعد ذلك نكمل نقاشنا. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ الإبل هي إحدى الثروات في الجزيرة العربية من نواح عدة، منها الحصول على الغذاء وعلى العلاج. وتنتشر ظاهرة بيع حليب الإبل بالطرقات، وهي إحدى أسباب الأمراض للإنسان. وقد اتفقت وزارة الزراعة مع عدة وزارات على وجود مشاكل صحية على المواطن والمقيم، لكون حليب الإبل الذي يباع في الطرقات قد يكون سببا في نقل بعض الأمراض الخطيرة المشتركة التي تنتقل من الحيوان إلى الإنسان، منها مرض الحمى المالطية والسليمونيليا التي تعتبر إحدى مسببات التسمم الغذائي في الإنسان وغيرها من المسببات. طريقة تخزين الحليب عادة بعد الحل مباشرة، يخزن في درجة حرارة 37 درجة مئوية، يعني لو يحفظ في الثلاجة يكون أفضل بعد الحل مباشرة، لأن بمجرد بقاء أكثر من 24 ساعة يكون عرضة للتلوث وتكاثر البكتيريا الموجودة في البكتيريا الضارة الموجودة في الحليب. طبعا الطريقة الصحية لحلب سواء الإبل أو الأبقار لازم يكون هناك معايير صحية يخضع لها الراعي أو المربي أو أي شخص يقتني أي حيوان في طريقة الحلب، ألا وهي في البداية لازم يكون مغسل الأيدي بالماء والصابون ومعقمها، أيضا تطهير الضرع للحلب وتطهير المعدات، بعدها يتم الحلب. في الإبل بالذات بعد الحلب لازم يشخل الحليب، ما يشرب مباشرة على أساس يعني يفضى يكون الشوائب فارغة منه. الحلب أيضا المعدات هذه حقة الحلب الأفضل أنها تكون يعني مثل ما تقول يعني مغسولة بماء دافي على أساس كل الدهون والبكتيريا تذوب، ما ينغسل بماء بارد. لازم أيضا في الحيوان اللي راح أحلب من ألاحظ من ناحية صحية المنظر الخارجي للحيوان، صحة العينين، الهزل إذا كان هزيل، على أساس نتوخى أو نستبعد الأمراض المعدية والسارية للإنسان. لافتا إلى أن من أهم أسباب انتشارها قلة الوعي لدى بعض المواطنين وكثرة الطلب على حليب الإبل وقلة المعروض من حليب الإبل الصحي من قبل مزارع مرخصة، والاعتقاد لدى بعض المواطنين أن حليب الإبل الغير مبستر قد يعالج من بعض الأمراض وضعف الرقابة ووجود العمالة السائبة التي اتخذت بيع حليب الإبل كتجارة. مشاهدينا الكرام، طبعا هذه كانت جولتنا في أحد الأماكن التي تعرفنا عليها على بعض المعلومات والإرشادات عن الطريقة الصحيحة لحلب الإبل. طبعا كان معنا في هذا المكان إدارة الثروة الحيوانية، شاكرين لهم حسن تعاونهم معنا، حيث يعني تعلمنا على بعض المعلومات والإرشادات لملاك الإبل والمستفيدين منها.
أعزائي المشاهدين، معكم مرة أخرى لاستكمال حديثنا عن موضوع حليب الإبل. دكتور إبراهيم أبو الحسن، نحن استعرضنا في المرة اللي فاتت تعليقكم حول كمية الدهون في حليب الإبل، لكن أنا أبغاك الآن إذا كان ممكن تقارن لي بين حليب الإبل وحليب البقر وحليب الغنم من ناحية كمية الدهون المتواجدة في كل منهم. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الدهون والكوليسترول مرتبطة مع بعض. الكوليسترول ما هو إلا نوع من أنواع الدهون، فمحتوى الدهون في حيوانات الحليب تتفاوت، ولكن يعتبر الإبل مقارنة بالبقر والأغنام أقل في محتواها من الدهون. لو قارنا بين جميع الحيوانات، فيه حليب الخيول هو الأفضل من ناحية محتواه من الدهون، وارتفاع يعني أقل في محتواه من الدهون وأعلى في محتواه من المياه. لكن إن يعني نقارن حليب الإبل الآن بالحيوانات اللي تستخدم عادة في شرب الحليب. طيب كم الفرق بين لو قال واحد مثلا حليب كامل الدسم ولا قليل الدسم ولا خالي من الدسم؟ أنا أقدر أخذ حليب خالي من الدسم أو قليل الدسم، وهذا يساوي مقارنة بالدهون حليب الإبل. نعم، الآن لما نقارن محتوى حليب الإبل من الدهون يساوي تقريبا النصف من محتوى حليب الأبقار، تقريبا النصف. نعم. هذا بالصورة الطبيعية، تكلم عن الصورة الطبيعية، هذا الطبيعية الخام. نعم. ويكون أقل لما تقارنه بحليب الأغنام أو حليب الأمهات. نعم. يعني أقل من النص. نعم. أحيانا تنخفض نسبة الدهون في الحليب الإبل إلى تقريبا يعني 1.2%، وهذا ان في يعني في الجانب التجاري يسمى حليب منخفض يعني قليل الدسم. قليل الدسم هذا كم بالقليل الدسم بالمية يعني مقارنه بالحليب العادي؟ الفول كريم يعني كامل الدسم اللي هو 3%. طيب هذا وقليل الدسم؟ قليل الدسم النص، 1.5%. 50%؟ اي 50%. وخالي من الدسم؟ خالي من الدسم، خالي من الدسم يعني. نعم. يفترض انه يكون 0%. نعم. ايضا فيه ميزه اخرى يعني غير مساله انخفاض محتواه من الدهن، ان الاحماض الدهنيه الموجوده احماض دهنيه غير مشبعه. نعم. يعني لان الاحماض الدهنيه المشبعه هي مكونات الدهون اللي تعطي الصوره الدهنيه، اللي هي الدهون الحيوانيه، اللي هي الحيوانيه. نعم. اما الاحماض الدهنيه غير مشبعه اللي هي انساتوريتد فاتي اسيد. نعم. اللي هي هذه اللي تعطي اللي هي تتوفر في الزيوت، الزيوت النباتيه، الزيوت النباتيه، وهذا صحية. هذا صحيا. نعم. هذا صحيا. نعم. يعني افضل بكثير من نعم. دكتور ابراهيم احمد قاسم، دكتور اعطينا فكره عن دور قسم الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة عن تنظيم صناعة حليب الإبل في المملكة. يعني إيش دوركم أنتم بالضبط في تنظيم صناعة حليب الإبل، سواء من ناحية الإشراف أو من ناحية المراقبة؟ في البداية حاب أشكر لكم استضافتنا في هذا البرنامج الذي من خلاله إيصال معلومة الكثير من المستهلكين لحليب الإبل، وتوعيتهم من المخاطر التي قد تكون تنتقل لهم أو تصيب المستهلكين للحليب الغير معلوم والمعروف المصدر. بالنسبة لسؤالك الله يحفظك، دور وزارة الزراعة تعمل في تنظيم مربين الإبل من ناحية توعيتهم للترخيص لمشاريع الإبل، وهذا تم الإعداد له خلال السنة الماضية، بحيث يتقدم مربي الإبل الراغب في إنشاء مشروع مرخص لوزارة الزراعة. هناك اشتراطات خاصة لمثل هذه المشاريع. كما تعلم مشروع يعني مزرعة إنتاجية، ولا قصدي مثلا مشروع حوش مثلا عند لازم يستأذن؟ مزرعة إنتاجية. فيما يخص التربية التقليدية والموجودة الآن، يمكن تعرف في مواقع كثيرة في بعض المدن، في مداخل كثير من المدن،
تعتبر تربيتها تربية عشوائية تقليدية. أنا لا أقلل من القيمة الموجودة فيها واهتمام كثير من ربينها، لكن هذا أحد الأساليب الموجودة، هي تربية حضائر أو أحواش مجاورة لبعضها، قد تكون عرضة لانتقال الأمراض من موقع لموقع، انتقال الأمراض فيما بينها كثروة حيوانية كمربين للإبل، وما فيما بينها كأمراض ممكن تكون مشتركة تنتقل من الحيوان إلى الإنسان. وزارة الزراعة تعمل على توعية وحث كثير من المربين على البدء في التقدم لطلب ترخيص لمشاريع الإبل، بحيث تكون تربيتهم تربية منظمة، تربية يتم الإشراف عليها من قبل وزارة الزراعة. في دور رئيسي الآن تعمل فيه وزارة الزراعة، العام الماضي تم تدشين البدء في ترقيم الإبل، وهذا ترقيم إلكتروني نعمل من خلاله إلى معرفة أعداد الإبل في المملكة، حث الإبل حتى يكون تربيتهم تربية منظمة. تم افتتاح هذا التدشين في مهرجان أم رقيبة العام الماضي من قبل صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبد العزيز حفظه الله. كان الهدف منها حث الكثير من المربين إلى البدء بالتنظيم لهذه المشاريع. الآن أنتوا عندكم أدوار على الأحواش الفردية العشوائية، يعني أنتوا تقومون عليهم بدورات من ناحية الطب البيطري، تقومون بالتفتيش عليها، تفحصون هذه الحيوانات، ولا لا تنتظرون اتصال من صاحب الإبل؟ كما تعلم يعني أن أعداد مربين الإبل أعدادهم ما هي بسيطة، كثيرة. نعم. يتم زيارتها في فترة من فترات لفترات، لكن هو الغالب تكون استجابة أحيانا لشكوى عن إصابة أو زيارة لعيادة، ويطلب من خلالها برنامج تطعيم، بيطلع معه بيأخذ موعد زيارة من قبل الطبيب البيطري العيادات الموجودة في جميع مناطق المملكة. بنصل لهذه الحظائر الموجودة، في منها منظم، في كثير من المربين حريصين على أن تكون في مواقع منظمة كما شاهدت يمكن في بعض الصور. بيتم الكشف على الحيوانات المصابة، وفي توعية للمربي بالتربية النموذجية وكيفية استخراج الحليب من الناحية الصحية. أنا والله حاب أذكر لك يمكن ما يقارب 80% إلى 85% من مربين الإبل طريقة حلابتهم للحليب الإبل هي حلابة تقليدية، وهذا الشيء المعروف يعني. نعم. لكن في مجموعة منهم حريص على أن يأخذ حذره في عملية الحلابة. نعم. السيء في بعض المواقف أن تجد الاعتماد على بعض اللي هي العمالة، عدم حرصها على النظافة الخارجية، قد تكون هي مريضة، قد نفسها. تكون هي مريضة غير. نعم. قد تكون غير حاصل على شهادات صحية، وهذا هي أحد أسباب التربية العشوائية والتقليدية. نعم. دكتور إبراهيم، هناك كلام متناقل بين الناس أنه مثلا حليب الإبل المجاهيم أحلى من حليب الإبل المغاتير، ولا أقوى ولا أكثر بروتين. هل هناك فرق بين أنواع الحليب وتركيزه بين الألوان المختلفة للإبل؟ لا شك أن السلالات، يعني السلالات في الإبل تختلف في مواصفاتها وفي إنتاجها، تماما مثل ما هو موجود في الأبقار، وما هو موجود في الأغنام، وفي كل سلالة لها مميزات وفي مآخذ عليها. لا شك أن المجاهيم دائما يعني في اتفاق ان المجاهيم هي اللي هي يعني ذات اللون الاسود. نعم. إيه هذه تعطي حليب ذا طعم يعني يميل للحلاوه. نعم. اضافه الى ان كميه الانتاج اوفر اغزر. نعم. في المجاهيم مقارنه بالانواع الاخرى، حتى في اللحوم يعني نعم. طعم اللحم في الابل المجاهيم يعني أفضل من طعم اللحم في الأصناف الأخرى، وهو يعني إنه يجب إنه ما نعتمد اعتماد كامل على هالأساس إنه المجهم أفضل من الأنواع الأخرى. لا، يعني الحليب له علاقة
بأمور ثانية مثل التغذية. نعم. التغذية يعني كمية الحليب تعتمد على التغذية الجيدة. التغذية الجيدة. نعم. كلما تحسنت التغذية كلما زاد وفرت الجانب راحة الإبل. يعني الناقة إذا تبغاها تنتج أكثر اللي هو يسمونه التحنين يعني بواسطة. نعم. صغيرها. نعم. تستطيع أنك تنتج كميات أكبر. نعم. يعني هي جوانب كثيرة تأثر، لكن بشكل عام كما ذكرت المجاهيم ومتوسط أفضل. إنتاج الحليب في الإبل يوميا تقريبا كم لتر؟ هو في التفاوت يعني الإبل سبحان الله المتوسط. في التفاوت كبير المتوسط اللي هي قد تصل إلى يعني هي قد تصل إلى 7.5 تصل إلى 7.5 لتر. نعم. لكن الدارج الآن. نعم. في يعني في عند مربي الإبل. إيه؟ نجد أنه 3 إلى 4 لتر هو المتوسط. المتوسط يعني 3 لتر يعني. والأبقار عموما؟ لا الأبقار إنتاجها غزير جدا. كم تقريبا؟ بالذات أتكلم عن يعني الأبقار اللي زي الفريزيان والأصناف المنتخبة اللي. نعم. مهيئة لإنتاج الحليب. نعم. اللي هي موجودة في المشاريع. نعم. نعم. هذه يصل إنتاجها إلى 30 لتر يوميا 30 لتر. طبعا هذا يفسر الاستثمار التجاري في هذه الانواع من البقار في العالم كله. نعم. يعني لانه كميه اوفر. يعني الحليب الاول في العالم هو الحليب البقري. نعم. ترى يعني احنا لما نتحدث عن هنا يعني حتى يعني المشاهدين يكون في الصوره ان لما نتحدث عن حليب الابل ليس لكميته يعني الوفيره او التجاريه انا اتفق يعني مع الجميع ان كميه الحليب اللي تنتج من الابل قليله. نعم. لكن ان هذا يعني الإبل ترث عندنا. إيه؟ وشيء شعبي وأردي موجود أصلا في يعني ثروة وطنية. ثروة موجودة. إننا. نعم. نبغى يعني نزيد الوعي حولها. نزيد الوعي ونحسن الإنتاج ونحسن طريقة التعامل مع هذه. نعم. لأنها أصلا موجودة. نعم. نعم. الدكتور إبراهيم أحمد قاسم، دكتور بالنسبة للتقرير الطبي اللي ذكر الطبيب البيطري قال الحليب الإبل عندما يستخرج لابد أن يشخل يعني ينقى يصفى، هل هذا الكلام صحيح وكيفية شخله كما ذكر؟ طبعا هو ذكر عملية التصفية. نعم. هذه الطريقة تعتبر اللي هي الطريقة التقليدية في الحلابة مثل ما شاهد الزملاء. نعم. شاهد الأخوان الصور أحد المربين هو يحلب. نعم. الإبل لوجود بعض الشوائب فخوفا من وجود بعض الذباب بعض الشوائب قد تكون فيكون في تصفية له لكن في صورة أنا أضفتها كانت موجودة لطريقة حلابة حديثة توجد أجهزة حديثة ممكن كثير من المربين يستخدموها حتى يحصل على حليب حلابة اللي هي يسمونها حلابة الأوتوماتيكية والحديثة عن طريق هذه صورة. نعم. في أحد الأجهزة تركب وفي تحنين زي ما تلاحظ لابن الناقة فيكون في إضرار أكثر هذه الطريقة الحديثة للحلابة. طيب في مفهوم شائع بين الناس وهو أن الإبل اللي تأخذ أدوية سواء لأي مرض ممكن هذه الأدوية تنتقل إلى الحليب ممكن تضر الناس اللي يأخذونها. صحيح. هل هذا الكلام صحيح؟ صحيح. كما تعلم لكل علاج له فترة تحريم فترة حماية وجود الحليب أو وجود الدواء في داخل جسم الحيوان. نعم. يسمونه فترة السحب. كثير من المربين ما يتقيد بهذه الفترة حرصه التسويقي للمنتج كحليب إعطاء العلاجات اللازمة لمكافحة الأمراض الموجودة عنده بالذات أحد العلاجات كمضاد للطفيليات فترة السحب تصل إلى 30 يوم فكثير من المربين ما يستخدم حليبها ما تستخدم حليبها لمدة 30 يوم كثير طبعا وهذا العلاج مستخدم بكثره عند مربين الماشيه مربين الابل لمكافحه نواقل الامراض مثل الجراد واصابات امراض الجرب فهذا العلاج فتره السحب 30 يوم ابر هو ولا حبوب لا ولا لا في نوع مضاد للطفيليات عن طريق الحبوب او السوائل الشرب لكن الابل اكثر ما يستخدم نوع احد الانواع يطلق عليه الايفرامكتين مضاد للطفيليات
فترة السحب تصل 30 يوم وعدم التقييد من مربي الإبل أو جهله لمؤاخذة في المعلومة الخاصة بفترة السحب هذه قد تؤثر للمستهلك. كيف يعني ممكن تأثر على الإنسان اللي يشرب حليب هذا الناقة؟ طبعا هي في معاملات, حتى الدكتور ممكن يفيدني, يعني في معاملات كرواسب وبقايا لهذه الأدوية, مواد كيميائية تعمل كمضادات للطفيليات في الحيوان, فوجودها في الحليب كراسب بتنتقل من الحيوان عن طريق الحليب إلى الإنسان. نعم, هذه تؤثر. كما تعلم, كمعلومة بلغتني, استخدام المضادات الحيوية غير المضادات الطفيليات, صحيح فترة السحب فيها تصل من نوع إلى آخر من أسبوع إلى أسبوعين, وفي بعض المضادات الحيوية إلى 21 يوم كمضاد حيوي, قد تنتقل وتؤثر على مدى فائدة المضادات الحيوية للإنسان المستهلك. كثير من المواطنين قد تحصل يستخدم أحد أنواع المضادات الحيوية التي يصفها له الطبيب البشري, ما بيجيب نتائج معه. يعني توجد بعض الأبحاث تؤكد أنه أحد الأسباب هي الرواسب الحاصلة من المضادات الحيوية المستهلكة أو الموجودة في المنتجات الحيوانية. قبل لا ننتقل لسؤالك عن حليب الإبل, هل هو ثقيل أم خفيف في عملية الهضم, نأخذ استطلاع مع المشاهدين ثم نرجع مرة أخرى. والله الطبيب البيطري أحيانا نادرا حسب الطلب, إذا كان يعني في شيء تعبان أو شيء وطلبناه يجي, أما يجي من حالة أو يعني حملة ما ما ما, ما يجي ما إلا حسب الطلب. أكيد الأطباء البيطريين أطباء درسوا الطب هذا عن طب علمي ويستفاد منهم, ونحن إذا احتاجناهم نروح نجيبهم دائم. يعني انت على وقت الحاجه, يعني ما تنسق لك يعني وقت معين؟ وقت الحاجه نجيبهم, وعندهم فحص وعندهم تحاليل وعندهم ادويه تفيد كثير لامراض الابل. اكيد نحرص عليه, يزور اليسار في الابل مرض او زي كذا. هل تحدد له يعني وقت معين ولا يعني على الطلب؟ لا على الطلب ما في وقت معين. والله الفايض نتخلص منه, اذا كان ما في احد يشربه نتخلص منه. والله طريقة تخزين الإبل طريقتين, طريقة بدائية قديمة للأجداد اللي هي الصميل يمكن يأخذ فيها 24 ساعة, والطريقة الحديثة طريقة الثلاجات والأشياء دي برضو 24 ساعة, والحليب ما يتأخر أكثر من كذا. الحليب نعمة ونخزنه 3 أيام في الثلاجة, بعدها نحاول نصرفه. أعزائي المشاهدين, أهلا وسهلا بكم مرة أخرى لاستكمال حديثنا عن حليب الإبل, ما له وما عليه. دكتور إبراهيم, أنا أعرف أن المرة اللي فاتت أنت كان لك تعليق عن موضوع تخزين الحليب وظروف تخزينه, هل توافق ما قيل في الاستطلاع أنه تخزينه في الثلاجة 3 أيام؟ أولا أبغى أعلق على السؤال اللي وجهته للدكتور إبراهيم. أنا أبغى أنصح جميع المربي, مو بس مربي الماشية, حتى مربي بقية, حتى النبات, حتى اللي يبيعون المزروعات, عندما تستخدم علاج بالذات المضادات في فيه فترة يعني إلى أن ينتهي مفعول هذا العلاج من الحيوان, وانت بامكانك استخدام الحليب هذا سواء للصغير ممكن تعطيه يعني القعود. نعم. او كذا او نعم. اما انك اما انه يباع على المستهلكين فهذا خطأ, وهذا ينطبق على جميع يعني, وهذه امانه على صاحب الابل انه يقول للناس ترى انا استخدم دواء لهذا الشيء. المفروض ما يسوق يعني, عفوا. نعم. المفروض ما يتم تسويق هذا الحليب. نعم. فحتى النباتات يعني خلنا نجي للنباتات, الرش أشبه يعني الرش بالمبيدات أشبه بالعلاج اللي تعطيه للحيوان. نعم. فلما ترش النباتات يجب أنك ما تسوق إلا بعد انتهاء الفترة المحددة. نعم. لكل نوع من فهذا من الخطأ اللي يقع فيه بعض يعني بعض المنتجين. نعم. فبعد الرش بفترة يجني سواء الثمر أو الخضار, والخضار طبعا
أشد، لأن الخضار قد تستهلك طازجة. نعم. يعني الخضار زي الخس وال. نرجع الحليب الإبل يا دكتور إبراهيم، التخزين حقها لفترة إيش؟ فال يعني كما ذكر في هذا أنه يحفظ لمدة 24 ساعة على يعني في درجة الحرارة ال 4 إلى 5 درجات مئوية، هذا في الثلاجة. في الثلاجة إذا حفظ حليب يعني حليب الإبل مقارنة بأنواع الحليب يعني أكثر يعني مقاومة يعني للخراب، وفيه هو مركبات سبحان الله، فيه مركبات اللي هي تثبط نشاط البكتيريا، لكن هذا ما يخلينا يعني نتساهل في مسألة الحفظ. يجب أن يحفظ يعني أكثر من 24 ساعة في الثلاجة غير مقبول؟ لا في أكثر في الثلاجة أكثر من 24 كم ساعة. كم تقريبا؟ يعني هو يحفظ، هل هو معامل ولا غير معامل؟ غير معامل. إذا ما تعرض البسترة. نعم. أو لتعقيم. نعم. فيفترض أنه من يوم إلى يومين. وإذا درجة كان حرارة 4 درجة. نعم. مئوية. وإذا كان مجرد مغلي على النار وبعدين حفظ في الثلاجة كم يجلس في لا الثلاجة؟ يكون إذا بستر طبعا البسترة هو التعقيم، يعني التعقيم ما عندك مشكلة. نعم. لأن التعقيم يقضي على جميع الكائنات الحية الموجودة في الحليب. أما البسترة لا، تقضي على البكتيريا الممرضة. نعم. فأنت إذا تم معاملته فله إلى أكثر من 10 أيام استطيع. نعم. أن إذا كان مبستر يحفظ في الثلاجة إلى أكثر من 10 أيام إذا كانت درجة الحرارة مناسبة طبعا. طيب. يعني كما ذكرت هو النقطة اللي كنا بنسألك عنها قبل الاستطلاع، وهي هل هو ثقيل في عملية الهضم أم لا؟ الحليب أو أي منتج، يعني أي منتج غذائي، كيف إنه يعني كيف إنه نقول هذا ثقيل أو هذا خفيف؟ يعني بعض الأغذية يقول هذا والله خفيف على المعدة وهذا يقول ثقيل. نعم. ويرجع إلى مكونات هذا الطعام. نعم. فالأغذية اللي ثقيلة في الهضم هي الدهون، البروتينات، الألياف الغذائية، كل هذه ثقيلة. نعم. بينما الكربوهيدرات، السكريات، الماء يعني ليس لها، البقية المكونات الغذائية لا، هي خفيفة في مسألة الأيض أو الهضم. نعم. أنا أقدر أرتبها لك أن الدهون أثقل شيء، يليه البروتين، بعدها الكربوهيدرات، ثم السكريات. طيب الحليب في أي مرحلة؟ الحليب إن الحليب الإبل يصنف من الحليب الخفيف على المعدة، المفروض يعني يكون ما هو ثقيل على. نعم. المعدة. نعم. هضمه. وش السبب؟ السبب انخفاض كمية الدهون. كمية الدهون. البروتين الموجود فيه الكازين أسهل في عملية الهضم. نعم. أسهل لأن الجلوبيولين والألبيومين يعني أثقل في قضية الهضم، أما الكازين فهو أخف كثير. دكتور إبراهيم قاسم، بالنسبة لنصيحتكم كما طلع في الاستطلاع، كم كل فترة المفروض الطبيب البيطري يزور حوش الإبل؟ يعني المفروض تنصحون أصحاب الإبل سواء قل عددها أو كثر، كم من الفترة؟ يعني مرة كل 6 شهور، مرة كل سنة، إنه الطبيب يجيب الطبيب البيطري يفحص على الإبل، ولا تنتظر حتى أنت تشوف ناقة مريضة مرة تعبانة تستدعيه؟ كما تعلم أن الإبل أكثر الحيوانات مقاومة بفضل الله للأمراض. كثير من مربين الإبل، يمكن ذكرت لك أنه كمربين تقليديين عندهم اعتقاد أو معرفة أو خبرة، وفعلا هذا شيء صحيح، كثير من مربين الإبل يملكون خبرة فيما يصيب الإبل عندهم من أمراض، فتحصل إلى درجة أنه يصل أنه ممكن يوصف لك المرض إلى درجة أنه قريب من التشخيص، أن يقول لك أنا فعلا هذا الإبل مريضة بمرض كما هو معروف، مرض الزحار أو مرض أبو رمح، أو فيها مرض أسلاق كمسميات عند مربين الإبل. نعم. فتحصل يرغب في كثير من الأحيان الحريص من مربين الإبل لزيارة العيادات البيطرية للحصول على العلاج. يعني يجيك هو عارف المرض يبغى بس العلاج. نعم. طبعا إحنا بطبيعة دورنا كوزارة الزراعة في العيادات البيطرية نكون حريصين على عدم صرف العلاجات إلا في حال وجود حالة يتم تشخيص المرض منها، حتى يتم معرفة نوع المرض وتشخيصه.
نباك تعلق على الصورة هذه، صورة هذه أحد الصور، أحد الحالات كانت تم علاجها إجراء عمليات جراحية. طبعا هذه الصورة في جامعة الملك فيصل في الجامعة في المستشفى التعليمي، هذه أحد الحالات. غرفة برضو. عمليات غرفة الله. عمليات نعم تقام يتم فيها معالجة الإبل. نعم. فلذلك كثير من المربين أنا أحب أن أحرص أو أذكرهم بضرورة التقيد ببرنامج التطعيمات الدورية. يوجد هناك تطعيمات دورية للإبل لمكافحة الأمراض مثل مكافحة مرض البروسيلا الملطية، الحمى الملطية. نعم. هذا يوجد لقاحها ويصرف بالمجان من قبل وزارة الزراعة، ويتم تطعيمها من خلال مختص يطلع إلى موقع الإبل في المراح ويتم تطعيم الإبل. في بعض الأمراض اللي تصيب الإبل كالتسمم الدموي، هذا مرض يصيب الإبل، التسمم الدموي، التسمم المعوي، يوجد لقاح لجدري الإبل. إن تقيد مربي الإبل في البرنامج الوقائي، يعني في كشف زي تطعيم الأطفال مثلا. نعم. في تطعيم نعم. للإبل نعم نعم. وكل كم؟ كل سنتين، كل ثلاثة، كل أربعة؟ بالنسبة للحيوانات تختلف، ليست كل سنة. توجد في جرعة بالنسبة للبروسيلا، جرعة واحدة بالعمر. هذا بالنسبة للإبل. بالنسبة لمرض التسمم الدموي والتسمم المعوي تعطى جرعة كل سنة، بعد جرعة تنشيطية بعد شهر إذا كان في أول العمر. فيوجد برنامج، يوجد برنامج لمربين الإبل، وهذا موجود في وزارة الزراعة. موجود في وزارة الزراعة، موجود في جميع العيادات البيطرية المنتشرة في جميع مناطق المملكة. وزارة الزراعة تملك ما لا يقل عن 170 عيادة بيطرية في جميع مناطق المملكة، يقدم من خلالها الخدمات البيطرية. طيب كل كم المفروض الطبيب البيطري؟ إيه هذا السؤال إجابته، يعني أنا كنت حريص أنه يكون المربي في زيارته الدورية إن حصل وجود حالات طارئة في الغالب يصل إلى العيادة وبحرص، لكن كزيارة دورية يفضل أن يكون كل 6 شهور. زيارة الطبيب البيطري في تقييم تربية الإبل لدى المربي، إن كان تقييم غذائي، تقييم إدارة القطيع في داخل مزرعة الإبل، إفادة بعض الإرشادات لمكافحة نواقل الأمراض. تعرف نواقل الأمراض تساعد نقل الأمراض من الإبل لإبل أخرى، من موقع لموقع آخر، ويعاني منها كثير من الإبل. وبعض الأمراض قد تكون مهلكة. في صورة لأحد الحيوانات النافقة. نعم. طبعا هذه ظاهرة، أنا يريد الصورة تكون واضحة. هذه ظاهرة موجودة عند كثير من مربين الإبل، هي التخلص من الحيوانات النافقة داخل حظائرهم بالطريقة التقليدية. هذه أحد أسباب انتقال الأمراض. وش الطريقة التقليدية؟ الطريقة التقليدية اللي هي رميها في العراء، مثل ما هم مشاهد عند مداخل كثير من مدن بالقرب من أحواش التربية. والمفروض إيش يعمل فيها؟ المفروض أن يكون تخلص بالطريقة حفر ومسافة لا تقل عن متر، لا تقل عن متر ونص تقريبا، ورمي الحيوان فيها عن طريق يعني حفرة وتدفنها، تدفنها فيها. تغطى بجير حي. هذا الجير ثم يدفن الموقع، أو عن طريق الحرق، وهذه الطريقة برضو تكون مناسبة. حتى كانت يعني في مبادرة يعني نبحث فيها عن معالجة هذه الظاهرة. الظاهرة هذه تؤثر على كثير من مربين الإبل كتربية تقليدية، كثروة حيوانية، لأنها سبب لانتقال الأمراض. مثل إيش الأمراض اللي تنتقل عن طريق حيوان نافق وتنتقل إلى حيوانات صاحبة؟ أمراض طبعا معظم الإبل أو معظم الحيوانات في حالة نفوقها، إن كانت طبعا إما بسبب مرض من الأمراض، تكون بيئة مناسبة لتكاثر هذه المسببات لنفوق الحيوان كأمراض. تنتقل عن طريق نواقل الأمراض مثل الذباب، البعوض، القراد، الحيوانات الضالة الموجودة في البيئة. أحد الأسباب يعني هذه الحالة، أنا الصورة أذكرها، كانت لحيوان مصاب بمرض السعار، نفق نتيجة عدم وجود أصلا مرض السعار، لا يتم علاج الحيوانات المصابة فيه، يتم التخلص منها. نعم. نفقت،
هذا الشيء يزيد أو يساعد على انتشار مرض السعار من الحيوان المصاب هذا اللي نفق إلى حيوانات أخرى، لأنه تعرف الكلاب الضالة منتشرة. نعم. طيب اسمح لي دقيقة، عندنا اتصال، نأخذ الاتصال مع الدكتور إبراهيم الدجين وكيل أمانة منطقة الرياض. مساك الله بالخير يا دكتور. أهلا وسهلا بكم، مساك الله بالخير. هلا بكم دكتور، أعطينا فكرة عن دور أمانة منطقة الرياض في تنظيم صناعة حليب الإبل. أولا مساك الله بالخير، وخلنا نأخذ الحقيقة دور البلديات بشكل كامل. نعم. طبعا كما تعلمون المسؤول بالدرجة الأولى عن الثروة الحيوانية بشكل كامل اللي هو وزارة الزراعة. نعم. لكن دور الأمانة لها دور رئيسي وفعال ومحوري حقيقة في الإشراف على تنظيم تداول الحيوانات داخل النطاق العمراني بالمدن، مثل إنشاء الأسواق مثلا، إنشاء المسالخ أسواق وإدارتها وتشغيلها والإشراف عليها، وكذلك إنشاء المسالخ وتشغيلها وما إلى ذلك. أيضا الإشراف الصحي على كافة المنتجات الحيوانية بمعنى أنها تكون صالحة للاستهلاك الآدمي. الأمانة الحقيقة تقوم الآن بمجموعة من الحملات الحقيقة متتالية لتصحيح أوضاع العشوائيات أو وجود الحيوانات داخل المدينة، طبعا لتحقيق هدفين رئيسيين. لعل الهدف الأول اللي هو إنهاء هذه العشوائيات وإنهاء الحقيقة نقول أثرها السلبي على المدينة وساكنيها، كالأثر البصري أو التشويه البصري خلينا نسميه، بالإضافة إلى الأثر الصحي أو صحة البيئة وصحة الإنسان الحقيقة اللي نعتقد أنها من الأهمية بمكان والحقيقة تكون في الدرجة الأولى في اهتمام أمانة منطقة الرياض. أيضا الآن ولله الحمد الأمانة شغالة على إنشاء أسواق مثالية نقول، أو على الأقل أسواق متناسبة مع حجم المدينة في ما يخص الأنعام بشكل كامل وخاصة الإبل. ولدينا الحقيقة مشروع ضخم كنتوا تابعته قبل فترة حقيقة، وضع حجر الأساس حق السمو أمن في منطقة الرياض. نعم. بإنشاء أكبر مدينة للإبل والتراث الحقيقة، فإن شاء الله. هل ستكون هذه المدينة مجرد للتسويق والبيع والشراء، ولا سيكون معها خدمات غذائية زي مثلا الحليب، اللحوم، منتجات الحيوانات؟ هو بلا شك المدينة الترفيهية للإبل ستكون إن شاء الله بعناصر متكاملة. لعلي أذكر بعض العناصر بشكل سريع حقيقة. أؤكد على نقطة ذكرتها قبل قليل، أنه دور الأمانة في مسألة تداول الحيوانات وبالذات تداول الإبل، بمعنى إنشاء أسواق وليس تربية. هناك فرق ما بين التربية للحيوانات، وهذه مسؤولية وزارة الزراعة سواء في المزارع أو في مناطق الرعي وخلافه. الأمانات والبلديات دورها يقتصر على وجود إنشاء أسواق لتداول هذه الحيوانات. القرية التراثية إن شاء الله في مرحلة الأولى ستشمل أكثر من 1400، طبعا كانت مخطط أنها 1400 حظيرة، لكن بتوجيه مع الأمين هي رفعت إلى 1800 حظيرة الآن. طبعا مساحة تتراوح ما بين 800 إلى 1000 متر، ولكن فيها مجموعة كبيرة من الخدمات. لأن نعم فيها مثلا بسترة الحليب، فيها مركز أبحاث، فيها مثلا مستشفى كامل للبيطرة، فيها مطاعم ومقاهي الحقيقة. مشروع متكامل يعني. اي نعم، لا ننظر السوق كسوق بيع فقط. نعم. وانما تم تعزيز البعد الانساني فيه في الكامل، وجود المقاهي، وجود المطاعم، وجود المرات المشاه، وجود المضمار حق تعلم ركوب الابل وتريض الابل الحقيقه، وجود الحقيقه مكان مزادات في الابل وخلافه. كل هذا بالاضافه الى بعض الاسواق البسيطه مثل اسواق الحراف، اسواق منتجات الإبل وخلافه، سوق لمستلزمات الإبل، سوق للأعلام. نعم. وكل هذا دكتور إبراهيم. أوكي. دكتور نعم. إبراهيم، ما هو دور الأمانة في تنظيم أحواش الإبل العشوائية، يعني بالذات القريبة من الأحياء السكنية؟
وطبعا النظام يمنع وجود هذه الأحواش وهذه العشوائية. الآن الأمانة طبعا يمكن لاحظت في الفترة الماضية نشاط كبير في هذا الجانب في منع هذه العشوائيات، وتم الحقيقة إنهاء بعض العشوائيات اللي موجودة مثلا في طريق الجنادرية وشرق الرياض وجزء من غرب الرياض، والحقيقة العمل ساري لإنهاء هذه العشوائيات. ولكن الحقيقة حتى ننهيها بالكامل لابد من وجود البديل الجاهز والمميز حتى يستطيع أن ينتقلون هواة نقول الإبل وأصحاب الإبل ومحبي تداول الإبل إلى مشاريع جاهزة. نعم. إلى موقع جيد. نعم. الدكتور إبراهيم الدجين وكيل أمانة منطقة الرياض، شكرا جزيلا لكم. كما سمعنا دكتور إبراهيم أبا الحسن تعليق الدكتور إبراهيم الدجين على تنظيم صناعة الحليب وأن المشروع اللي قادم وتداول الحيوانات ويكون مشروع متكامل وظاهرة القضاء على الأحواش العشوائية. عندكم تعليق أخير عن موضوع الحليب الإبل والفوائد الصحية لديه؟ نعم. الحقيقة يعني للأمانة فإن دور الأمانة يعني دور ظاهر وكبير استراتيجي، وأنا يعني عبر برنامجكم أشكر الحقيقة أمانة منطقة الرياض على دورها مو بس في الجانب هذا. نعم. يعني هذا هي مست جانبنا اليوم يعني. نعم. اللي طرقناه حتى في جوانب كثيرة يعني. نعم. أنا ألاحظ لها دور رئيسي، فنشكرهم وإن شاء الله نشوف منهم المزيد المزيد. نعم. فيما يتعلق بالعشوائيات الحقيقة هي بالفعل إن كنا بحاجة للمشروع هذا، وإن شاء الله بيكون فيه تعاضد بين دور وزارة الزراعة ممثلة في قسم الثروة الحيوانية وأمانة منطقة الرياض لتنظيم يعني مو للقضاء على لتنظيم هذه الأحواش بحيث أنها تقدم يعني إذا رغبنا أن نشرب حليب يعني يكون حليب صحي، نستطيع أن نذهب ونشرب ونحصل على حليب صحي. نعم. وبصورة جيدة. فأنا سعيد بالمبادرة هذه من الأمانة، وإن شاء الله تنتهي هذه الصور يعني الغير حضارية الحقيقة على مداخل لما فيه مصلحة الجميع، لمصلحة المواطن ومصلحة صاحب الإبل ومصلحة الغذاء الصحي. نعم. الدكتور إبراهيم أحمد قاسم، تعليق أخير لكم عن موضوع الفوائد الصحية لحليب الإبل ودور الثروة الحيوانية في ذلك. والله دكتور إبراهيم ذكر موضوع المبيدات على النباتات، وهذا موضوع يشغلنا، والوزارة تبذل جهدها من خلال برامج التوعية. المبيدات يتم استخدامها من قبل مربين الإبل وصلت إلى مرحلة التجريع. يعني المبيد كما هو معروف أنه يستخدم استخدام خارجي لمكافحة الطفيليات الخارجية، لكن وصل يعني الإجراء الموجود من كثير من مربين الإبل في استخدام المبيد بالتجريع إلى درجة أنه يجرع الإبل يجرع نسبة من المبيد لمكافحة الطفيليات، وهذا لها فيها ضرر على الحيوان، وهذا عدم رفق بالحيوان. نعم. هذا واحد. واثنين، وفي ضرر متواتر متناقل حينتنقل من الحيوان لمن يستهلك الحليب. الحليب حق. نعم. فأنا أشكر الدكتور إبراهيم ذكره هذا الموضوع. إحنا وزارة الزراعة من خلال برنامجنا الإرشادي اللي انطلق العام الماضي بتدشين معالي الوزير لتوعية كثير من مربين الإبل بالطرق الصحيحة للتربية، طرق مكافحة الأمراض، وقيمة ورش كثيرة في بعض مناطق المملكة لأمراض الإبل والتوعية بأمراض الإبل. نعم. للأمراض المشتركة. هذا دور نطمح ونتمنى أن يكون هناك في تعاون ما بين مربين الإبل، حضور هذه الورش، هذه الندوات، هذه دورات، حتى إن شاء الله في دورة حتكون لمربين الإبل، نعمل على اختيار مجموعة من مربين الإبل يتم توعيتهم ونشر الوعي الصحي بينهم. نعم. بالضبط. نعم. الدكتور إبراهيم أحمد قاسم نائب مدير عام الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة، وسعادة الدكتور إبراهيم أبا الحسن استشاري التغذية، شكرا جزيلا لكما. وأعزائي المشاهدين، شكرا جزيلا لمتابعتكم، وإلى حلقة أخرى إن شاء الله مع برنامج صحتكم.